مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص لمن لقاءات برنامج أهل الهمة عبر قناة مرايا العربية، واحنا الان موجودين في العاصمه عمان في ضيافه ابن بلد اصيل، في ضيافه كفاءه اردنيه جديده، في ضيافه سعاده رجل الاعمال المهندس محمود شراري كريم العساف. في يلا نرحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات اردنيه عبر قناه مرايا العربيه. احنا الان موجودين في العاصمه عمان في ضيافه كفاءه اردنيه جديده، في ضيافه ابن بلد اصيل، في ضيافه سعاده رجل الاعمال المهندس محمود شراري كريم العساف. مساء الخير بدايه مهندس. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، منورنا عبر هذا اللقاء، سعداء جدا في هذه المقابله الاولى عبر قناه مرايا. بالتاكيد المهندس محمود العساف وانت من الكفاءات الاردنيه وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب. بداية حابين نتطرق للجانب الشخصي، نتعرف بالمهندس محمود العساف أكثر، نتحدث عنه. أخوكم المهندس محمود شراري كريم العساف من سكان تلاع العلي. أنا من مواليد صويلح عام 47، درست وترعرعت في مدينة صويلح الحبيبة ودرست الابتدائي والإعدادي فيها ودرست الثانوي في مدرسة الغدان وكلية الحسين، تخرجت توجيهي عام 1965، ثم أكملت دراستي في الهندسة المدنية تخصص هندسة الصحة والبلديات في جامعة الإسكندرية، وقد أكرمني الله بأني حصلت على مرتبة الشرف والامتياز في الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الحين. وبعد تخرجي عام 1970 تعينت في وزارة البلديات في قسم البيئة ولمدة عام، ثم انتقلت إلى الخدمة في القوات المسلحة في سلاح الهندسة الملكي الأردني والأشغال العسكرية، وكان لي الشرف الحقيقة في خدمة وطني في هذين القطاعين العامين، فلقد أنجزنا مشاريع كثيرة في وزارة البلديات في أعمال المياه والمجاري، وذلك في عدة مدن خارج العاصمة الأردنية مثل مادبة وجرش والزرقاء وإربد وخلافها، ثم في القوات المسلحة بعد أن أنهيت الدورة العسكرية المطلوبة، فقد أتممت بناء مستشفى الأمير علي في الكرك، وأنجزت وأشرفت على بناء معسكر القطرانة، وكان لي الشرف أن أقوم ببناء ضريح المرحوم وصف التل رحمه الله العلم الأردني رحمة الله عليه، وقمنا بأعمال كثيرة واستفدنا من خدمتنا في القوات المسلحة خبرة عملية ومعرفة في أبناء هذا البلد من شتى المنابت والأصول، وكان لي الشرف في بعض الوقت أن أخدم قريبا من حضرة مولاي
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين المفدى رحمه الله، وسمو الأميرة بسمة أدامها الله وحفظها إن شاء الله. ثم إنني في عام 77 أنهيت خدماتي في القوات المسلحة وعملت في التعهدات حتى عام 80. خلال هذه الفترة عملت في السعودية لمدة قليلة، وفي عام 81 عملت في مكتب استشاري يعود إلي ولا يزال هو الذي أمارس من خلاله عملي، وأنا الآن أعمل كمستشار هندسي وخبرة وفي التصميم وفي الإشراف وعمل العقارات وخلافه. وفي عام 81 تم تشكيل بلدية لإتلاع العلي، وكان لي الشرف أن أكون عضوا في هذه البلدية المستحدثة الجديدة، وبمساهمة أبناء هذا البلد الطيب إخواننا وأعضاء المجلس ورئيسه في دورتين متتاليتين تم الحمد لله إنجازات كثيرة بفضل الهمم العالية وتعاون المواطنين، مثل فتح الطرق وإتمام التنظيم وبناء المدارس واستملاكات الحدائق وإنجازها وخلق بنية تحتية من المجاري والمياه. وعند انضمام بلدية إتلاع العلي إلى أمانة عمان في 1/1/87 كانت بلدية إتلاع العلي من البلديات الواعدة التي ترفد أمانة عمان بقوة كمنطقة جديدة واعدة. والحمد لله أنني أفتخر في تلك الفترة التي أثرتني بمعرفة طيبة في إخوان المواطنين، وأرجو الله أن أكون قد خدمت وطني وبلدي في دائما وأبدا إن شاء الله. ثم إنني واصلت عملي في القطاع الخاص بجهودي، وعملت في الإسكانات وعملت في العقارات والبيع والشراء، ومن ثم لا يزال عملي في التصميم والإشراف حتى الآن. وكان لي الشرف أن أكون عضوا في مجلس أمانة عمان في الدورة الأخيرة بين عامي 2007 إلى عام 2011 في مجلس أمانة عمان، وتعرفنا على كثير من الزملاء، وكنا والحمد لله نحاول أن ننجز الكثير في خدمة هذه البلد الطيب تحت ظل مولانا جلالة الملك المعظم حفظه الله. وأثناء وجودنا في أمانة عمان كنا نتمنى أن يصدر نظام الأبنية الجديد لأمانة عمان، وساهمت في اللجان التي كانت تابعة لتحديث النظام، سواء كنت عضوا في الأمانة أو من خلال نقابة المهندسين. وبين الأخذ والرد وطرح الموضوع للأطراف ذات العلاقة مثل المستثمرين ومثل نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وأمانة عمان والخبرات، لا يزال الموضوع بين الأخذ والرد، وهذا ينعكس تقريبا سلبا على مصلحة عاصمتنا الحبيبة. نود إن شاء الله أن تكون هناك همم لدعم إخراج نظام الأبنية لأمانة عمان في أسرع وقت، كي نشجع الاستثمار في عاصمتنا الحبيبة ولترى النور كما هي طموحات مولانا صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله. وأنا الآن لازلت أعمل في مكتبي الخاص وأنا سعيد في ذلك. أما عن الناحية العائلية إذا أردت أن أتكلم، أكيد فقد والحمد لله تزوجت عام 71 من زوجتي الأولى رحمها الله من عائلة البلبيسي، ورزقنا الله منها 3 أبناء هم الآن دكاترة: الدكتور عدنان دكتور شريعة في الجامعة الأردنية، والدكتور عادل في جامعة الشرق الأوسط دكتور مهندس، والدكتور معن دكتور كمبيوتر ساينس برضو في الجامعة الأردنية، وإلى أن توفاها الله عام 98. وتزوجت من الثانية
عام 2005 2004 عفوا، والله رزقني منها زيد وفرح. الآن لدي طفلين الحمد لله العالمين. سهلا بكم. يا مرحبا مهندس. يعني بعد هالشعبية عن نطاق اجتماعي ونطاق عملي، احنا حابين نتحدث شوي عن المكتب. الآن أنت متخصص بالاستشارات والهندسة الصحة والبلديات. نعم. نعرف السادة المشاهدين بشكل مختصر ما المقصود. ما المقصود بالصحة والبلديات؟ هذا الاسم كان مقصود في هذا التخصص، كان موجود في مصر الحقيقة، وهو الآن يسمى بالبيئة Environmental Engineer. البيئة هي كل ما تتعامل معه في الحياة، سواء الماء، الهواء، المواد الصلبة، المواد كذا، حتى التعامل مع الناس، التعامل مع المخلوقات اسمه البيئة. وهذا نطاق كبير وجدا وواسع. فإذا أردنا أن نأخذ جانبا منه مثلا، وهو الذي يدعم الحضارة الإنسانية، مثل البنية التحتية التي توجد في المدن من خدمات المياه والصرف الصحي الذي يقال عنه المجاري. هذا يعني أقل باب ممكن أن نتطرق عليه، فهو الذي يرفع سوية المدينة ونظافتها. كذلك مثلا القمامة ونظافة المدينة، الحدائق، الزراعة في المدينة، البيئة، منظر المدينة، الكثافة السكانية التي تنادي بها الأمان الآن، هذا اسمه بيئة، المرور، انبعاث الغازات، تنظيم المدينة بحيث تتوزع المناطق التنظيمية بما لا يؤثر على البيئة. مثلا ما نضع منطقة صناعية داخل منطقة خضراء سكن، مثلا الخلط بين الاستعمالات. فالتنظيم هو بيئة بحد ذاته، وعنوان البيئة كأن ترسم هيكلا للمدينة وتقدمها ومستقبلها، ثم حلول إيجاد الحلول المستقبلية والتوسع السكاني إلى المستقبل وتقديم الخدمات قبل وصول السكان إلى المناطق المعينة. المرور، الاتصالات، المواصلات، كل هذا يدخل في نظام البيئة. والبيئة عنوان كبير غير محدود، لا تستطيع أن تقول والله محدود في شيء. هذا تفضل. نعم. مهندس، تحدث عن أبرز مشاكل المواقع تواجهكم في هذا القطاع حاليا. الحقيقة الذي أتمناه من الناس، من المواطن، من إخواننا، التعاون في الحفاظ على البيئة، كما أن الدول الآن تسعى إلى الحفاظ على البيئة وعلى الحرارة وارتفاع درجة حرارة الأرض. المساهمة في أي شيء أقلها إماطة الأذى عن الطريق فهي صدقة. فإذا كان فيها أن تزيل شيئا عن الطريق فيها صدقة في الآخرة، فكيف الدنيا؟ فتعاملك مع الناس، حسن المعاملة مع الناس، الصبر، سعة الصدر، المحافظة على الجيرة والمحبة، الانضواء تحت القوانين والأنظمة. إن المواطن إذا شعر بالمواطنة ومحبة وطنه يجب أن يحافظ على هذا الوطن ويساعد على نظافته ورفع سويته. ونحن ننظر إلى الدول المتقدمة، ونحن إن شاء الله ليس أقل منهم، لأنه المنتاليتي يعني نوعيتنا الحمد لله نحن من خيرة الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالبنود الثلاثة الحمد لله موجودة عندنا، وإن شاء الله نتمنى لوطننا الخير تحت ظل حضرة مولانا صاحب الجلالة اللي فتح المجال هو وآباؤه وأجداده لأن ينهض هذا الوطن إلى هذه الدرجة. منظومة الأمن والأمان يعني هي ما يميز الأردن عن أي بلد بالعالم. يعني الوضع حوالينا ملتهب من كل مكان، وبحمد الله هذا ما يميز الأردن. ماذا يعني لك الأمن والأمان؟ إن الثروة الحقيقية للإنسان هو الأمن. بدون الأمن أنت لا تستطيع أن تعيش. لقد اقتلعت شعوب لضياع الأمن. يعني كيف تتخيل ماذا حدث من حولنا من مأساة فلسطين
واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه لعدم وجود الأمن ووجود العصابات التي ساهمت وساعدت في اقتلاع الشعب الفلسطيني. ثم الآن ما نرى من حولنا للأسف في بعض الدول المجاورة، فنحن والحمد لله ننعم بقيادة رشيدة بعيدة الرؤى متوارثة في هذا في هذه الرؤية الحكيمة. ثم لدينا الحمد لله مجتمع مترابط من شتى المنابت الأصول، مهاجرين وأنصار كلهم على درجة كبيرة من الوعي، ويعون الدرس الذي حولهم ويحافظون بكل ما امتلكوا من قوة على أمن وأمان هذا البلد، لأنه فيه مصلحتهم ووجودهم أصلا. فنحن لما نرى هذه الشعوب التي من حولنا وهم أهلنا يتضورون جوعا ويضعون في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق، ومنهم من يغرق في البحار، فهذا درس للجميع، والحكيم من يتعظ بغيره. وإن شاء الله نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد، وأن يحفظ هذا البلد وقيادة هذا البلد، وأن يكون العقلاء هم الذين يؤتون الحكمة للقيادة الرشيدة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني مهندس جلالة الملك القائد الأعلى دائما يدعو إلى دعم فرسان التغيير ودعم الشباب، وذكر الكلمات قبل أشهر لما حكى ارفع رأسك أنت أردني، بالتأكيد يعني همات الأردنيين دائما مرفوعة بهمة النشامة أمثالك. لو قدر لك يا سيدي والتقيت بجلالة الملك وجها لوجه، يعني شو بتحب تحكي له؟ مولانا صاحب الجلالة الله يطول بعمره، نحن أولا ندعو له من خالص يعني خالص الدعاء من قلوبنا في كل صلاة وبظهر الغيب، ندعو له إن شاء الله أنه ربنا يمده بالعافية وبالهمة اللي ربنا أعطاه إياها، وأن يكون ما حوله من كل الناس لهم يعطوا النصح والإرشاد للخير، وهو يسمع للجميع وهو يأخذ برأي الجميع، فالتواصل بينه وبين كل شرائح المجتمع متواصل بشتى أصنافهم ودرجاتهم، كل الناس يعني يتصل بهم ويأخذ آراء الناس. فإحنا نشد على يد جلالة الملك الذي أوصل كلمة العرب إلى الإنسانية، وليس باسم العرب فقط. الجلالة الملك لما تكلم ووضع البنود السبعة وضع بنود لصالح الإنسانية كاملة، لم يفرق بين من هو مع أو من هو ضد في الرأي، بل بالعكس هو تكلم في مصلحة كل إنسان على ظهر هذه الكرة، وتعتبر هذه الكلمات أو المبادئ هي مبادئ إنسانية تسجل للتاريخ وللتاريخ الهاشمي الذي يرثه صاحب الجلالة حفظه الله إن شاء الله. أمين يا رب. الله يديم نعمة الأمن والأمان ويحفظ الأردن ويديم جلالة الملك إن شاء الله، يعني يحفظ هذا الشعب الأصيل. في نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسعادة المهندس محمود العساف، نورتنا يا سيدي، شكرا. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا.